مع الوزير عايزين نخرج من الموضوع شوية ونتكلم عن استعدادات الوزارة لشهر رمضان الكريم. بداية يعني الحقيقة زي ما قلت احنا بنشتغل على محورين، محور الدعوي وهو الحقيقة فيما يتصل بإعداد المساجد وتجهيزها، وفي الإطار ده اللي يمكن سيادة المحافظ بيعلم ويدرك ان في جميع المحافظات احنا اليوم فقط بيقول زي ما قلت سيادتك بيتم افتتاح 6 مساجد، فرش وتأهيل العديد من المساجد، دورات تدريبية بدأنا ان شاء الله، سيتم عودة الدروس في المساجد الكبرى والجامعة الكبرى والجامعة للأئمة المتميزين في درس العصر والقيام. وأيضا في الجانب التنموي احنا بنجهز الآن بالتنسيق مع مجلس الوزراء وزارة التضامن والتموين الحقيقة 500,000 شنطة سلع غذائية، 500,000 من الأوقاف من الموارد الذاتية للأوقاف، إضافة إلى 500,000 كيلو لحم، 500 طن لحوم سيتم توزيعها أيضا. احنا تعاقدنا مع التموين على 800 طن، هيتم توزيعها فين؟ على الأسر الأولى بالرعاية. احنا اليوم بالمناسبة دي بالتنسيق مع السيد المحافظ هنا بيتم توزيع 2 طن لحوم في طابة على الأسر الأولى بالرعاية، لأن احنا بدأنا 100 طن في شهر رجب، 100 طن في شعبان، رمضان شهر كريم 500 طن، 100 طن في شوال، وبإذن الله مكملين في مشروع صكوك الإطعام الذي جاء امتدادا لمشروع صكوك الأضاحي. لما عملنا مشروع صكوك الأضاحي وقدرنا نوصل لحوالي 1.5 مليون أسرة، قلنا طب ليه ما نمتدش على طول العام؟ والموضوع ده مهم جدا لسبب، احنا نسقنا مع سيادة المحافظ خد 1000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، دول مش ياخدوا مرة ويمشي، ده اللحمة تجيلهم مرة كل شهر، مرة شهريا. بياناتهم بقت موجودة، بياناتهم موجودة ومدققة وبإشراف السيد المحافظ والتضامن مع بعض. بعدين كمان في رمضان ياخد مع الكيس اللحمة ياخد معاه شنطة رمضان. فاحنا بنشتغل على المحورين، الجانب الدعوي بمنتهى العزة وبشكل قانوني ويعني يصرف وكأنه التموين الشهري له، وهو الأهم في هذه الفترة، التأكيد على كرامة وعزة المصريين وأن المصريين من حقهم حياة كريمة وصرف كل ما يستطيعوا أن يأخذوه بكرامة وبعزة وبفخر كده يبقوا حاسين. اللي حضرتك بتقوليه ده التطبيق الفعلي، وسيادة المحافظ يعلم لا نسمح بتصوير أحد عند أخذ عطاء. القائمة بتدقق، إما بيجي ياخد من مكان محترم سواء من التضامن أو من الأوقاف أو الحاجة بتروح له لغاية البيت. الراجل لما بيتعامل مع مؤسسات الدولة، لأن ده مشروع بيتم ما بين الأوقاف والتموين والتضامن والمحافظة، كل واحد فينا ليه دور. التضامن بتعدلنا القوائم من خلال دراستها الميدانية، التموين بتوفر لنا والإتاحة خدمة، الأوقاف بتمول، المحافظة بتشرف، وفعلا بنجتهد ان احنا نوصل لأقصى الأسر الأولى بالرعاية. لكن أهم نقطة اللي سيادتك قلت عليها ان يأخذ بعزة واحترام لحد بيستغله كما كانت الجامعات اللي بتتاجر بالعطاء وتستغله وتقول له بص لو انت ما جيتيش حضرت الدرس الشيخ الفلاني ولادك مش هياخدوا المساعدة وانت مش هتاخدي، ولو ما طلعتيش انتخبت الجماعة مش هتاخدي. لما كانوا بيتاجروا بالعطاء ده الفرق بين الجماعات التي كانت تعمل لمصلحة الجماعة والدولة التي تعمل لعزة المواطن وكرامة المواطن.